بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان رسالة نغبلاغ زي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين ذي المؤمنين ذي المحسنين ذي الموحدين على وجه الكرة الأرضية ونبيسو ذي الرسول صلى الله عليه وسلم أكوال كير مسلمان إجاء إنسيما ذي لاتير البلاغ من يعني إقال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلف يأمر كل مسلم يتنتمي الدين يخصه يبلغ الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يخصه يتقرد ومنوس الدين ما حدث السيوض ما حدث يكمل أبريدنا الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فرسالة الرسالة المنصاخين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة باقية إلى يوم الدين أتقن وجهه واخا غايقن مين غايقن الرسالة يا تقيم واخا غايقن مين الموحد سنجي ثموه فالرسالة يا أتقيم منت الغاية انت برات منت الغاية المجيء الرسول صلى الله عليه وسلم محددا نقضيوي ثبرتا محددا نقضيوي الدينة منت الغاية نس الموتيبو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد ميمي هداية الخلق أجمعين يبذن تغي شنو اني ماليس اه صار باخي يا باث تغتم قتل جارس ندور ندومث ادي السفغي وذن زي الضلال غنور زي الكفر غالاسلام يبذن تغي نديبو هراي دور نسرع قر بسبب هذا الدين استبرتها تغى السحر نرمخز انت يلتزم يدور اوترا بيرسونا من زي الدين اذن الغايه الدين هو هدايه الخلق اجمعين قال الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اين سدسر نذر الدين النغضه الرحمه للعالمين دين غدار رحمة خموش دين غدار رحمة سعيد دين غدار رحمة أنطونيو دين غدار رحمة خكوش بشرط التطفى رحمة للعالمين دين غدار رحمة إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وأمر المسلمين بالسير على نهجه قال جفاثا الرسول صلى الله عليه وسلم قال جفاثا من دي والدعوة إلى دينه خصة الفاظة تقذ الدعوة راد شك مين ما تعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم دي الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولتعلموا إخوة الإيمان أن من أجل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله تعالى دوما وأبدا الرسول صلى الله عليه وسلم
توالهم النس الدعوة ويتبدي ويتبدي ماشي غير الدعوة جنهار 10 سنين لا 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 دائما وأبدا. قال الله عز وجل قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. الرسول صلى الله عليه وسلم يجود بأنفاسه الأخيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتع رهم نسميت عنا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة تفجد كشي هني ذي تير عني مسر من نهارا هني ذي ست أقسم بالله الذي لا إله غيره إلى ويتزج إلا جن فئة قليلة أقسم بالله الذي لا إله غيره مش فوق منبر رسول الله دروس تيتسجى اتصيت قاعدني كوا اتقروج جعيتيرا نعم ولكن الصلاة تستاذ الله عز وجل الذي قبر ضريح الصلاة الصلاة يتمتع ها هذه الهك سكرات الموت لا الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الإنسان يتزجى يتكمر ورنس ينظم يقنض وياضي خزج هنيك شك زوج وهذه الصلاة فما بالك بصاحب الصلاة سي ربي شك وتقبير يا ربي زوج دغيا تقعد اسمنا الصلاة يا شك اكي خفنش القارين اه يقارش مين تقيل وخاص صافي شك ايوا يا ربي آه. الله اكبر قويج أواني الإمام تسريد الله أكبر السلام عليكم يذور دياق وحطوها يصافة الشنو أنت عمي مشار خذي الأمة موجود ولكن من كثار مخن السواء الرسول صلى الله يتمتى أنت يتوسخ الصلاة الدعوة وخيت متى غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وذو ذي ذا حنجات ويخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يهرش أحنجار يهرش فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يروح في زاذي زاي حنجار وذا يهرشن خسن سرني الدقة سرني ها قوم دين قوى ذو ذي غيروح فقعد عند رأسه يروح أسغو الجيف قاو وذاير خو قد يمث يهرج فنظر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يروح غاز إن أسلم سرم ما ميسي قاسر ما يمني يخصص الرحمة يخصو يتمتي بويا مني يزو أثياح من ربي أسلم فنظر الغلام إلى أبيه يخزى غبابة يقول احنا جاي خزا بس بس دودا يقول فقال له يقين بس اطع ابا القاسم بس وذاي يقارس وحنا جاني ذوذاي اج من دشنا محمد من دشنا ابا القاسم من دشنا الرسول صلى الله عليه وسلم فاسلم الغلام يشهد ومشهد ذيني يكار رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفغ يقال الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد لله يجد ربي السبب واحن جارت ويبقى غاهم السي رخوي سلم ها قد ها الرحمة إخوة الإيمان السعي إلى هداية الخلق أنبل وظيفة وأشرف عمل وقد أمر الله عز وجل عموم المسلمين إقر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وذي النبوشة نخدمة أشرف شن خدمة الصبح شن خدمة في خاك تغيذور سنفع هو التنقد ذاتي ريد السبب تسفغ ذي وذان زي جهنم هنت وذغ الجنة أنت تسفغ ذاتي ريد السبب ما الهداية من عند الله شك ما عليك إلا أن تبلغ شك بلغ طريقة زي تغيتك النبي صلى الله عليه وسلم شك تريد السبب ما حدا دي ينقذ ربي يوذن فكلنا
مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. هكذا تشازدوها من زي غتدعو الآية ني نيغد الحديث ني يخص ديري على علم وزمتو زغكوها على بصيرة أنا ومن اتبعني، خصوصا ذي الزمان ذي تعيش في زماننا هذا، تتأكد الدعوة وتجب على كل فرد منا. لابد كل جنزين غادي يدعو، كل على حسب قدرته، كل منا يدعو الله عز وجل على حسب قدرته وجهده. الحمد لله أن ثورا الدعوة ثورا خواجيش أجلشت ما شاء الله لعلك ترضى أزو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قزاتي الخارج الكلام، من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وني غيجيش العلم، من علم يعلم غاس علم شرعي وعمل ايه ذا مزواشك خدمة الزيس العلم من الزيس خدمة، ثم سرم ذا التياثمش ونيتا ذك جنة تراغانس عظيم ذني تغانغ وين يزنو زاثحششت وين يتحغه مزيدة وين دشكام وين تعجب استشامة وين 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 إذن وايت قنت دقا وني غيجيش العلم يخدم الزيس يسرم ذيس وجنة واني تعظيم غاسني جنحش الطمار. إخوة الإيمان، إخراج أناس من الكفر إلى الإسلام ومن معاصي الذنوب إلى الاستقامة والهدى خير الأعمال وأثقلها في الميزان، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا زد وقال إنني من المسلمين. وذن بوشا العمل أحسن سجني يدعو إلى الله عز وجل. قال السعدي رحمه الله: فلا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله من تقوانيتا بتعليم الجاهلين. اسم ذي وذان غاسن الجهل ذي الدنسن اسم ذا سنت، ثم وعظ الغافلين ذي النيوذان غفران يطاح يوعظيثن يتنباهيثن غاوم، ومجادلة المبطلين إجال ذي النغا إجال أخطاء نغي النغا إجال رور ذي العقيدة نسن إجادلثن قوم هرحق. رغم مرة من تقوانيتا يسبيني وذان الجاهلين يسبيين اسن الدين سن يروح عيني غفرن ينبهيثن إيجاد المبطلين لكن بادر بنفسه يبدا سكخ في النص امتثالا لأمر ربه، فكان من المنقادين لأمر الله عز وجل. المرتبة يمين تعنا تمامها للصديقين، يعلم الدين يوذاني جهل الدين سن يجادل يناقش المبطلين يروح غيني غفرن لكن يبدا سكخ في النص. لابد من هاني اذا غطس الدعاة وخا غيني من غيني وغاسي تسريحت، لان من يقان تيتك عجب الناس يوذان خلق اسرار الناس ني غيتبين دائما قاصنيتا اياك ثم اياك اتفترى الدين اتحدث تدعو تشنج
Tout le passé, il n'y a pas de problème. Il guide quelqu'un qui a un passé. Mais je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit. ويس نيش تخارق الديرة تزميت وينها تحسين هذيك نيغ نيش دستيك يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم ذاسك فنش فدهنش إخني تحض غيو ذان خزت نصحت شان يجن غاك الغيرة يقسش الحرمينيتك مش شكوا زمات نصحت سكاس شان يجن نغني واسطح شاشك ها الأسلوب الدعوة خص طريقة ظال منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ذو النجد منوال نش ذو النجد المرشد نش ذو النغث ظال ما حدا تنش حد الدعوة إذن كما أن النوانيتا يعني إشني وذان الجاهلين الدنسان يروح ينبه الغافلين ثم يناقش الموطلين ونيتا يتسمى عظيم جنة ثم يبدأ سكخ النفس كما أن ذي النشنيوذا من أشر الناس قولا تفغز غفرتك قمم من كان من دعاة الضلالة ذني التصن دعاة الضلالة السالكين سبيله يدعو إلى الضلال يظل يوذن خدين سن باسم الدين ولكل كل جنس قينا غاس درجات مما عمل واني تخدم امو ويخدم امو وما ربك بغافل عما يعملون ربي يعقب خينا يعقب خينا وغصب الظلم ربي وهذيك سي الجزاء نسي يوم القيامه وهذيك سي اشد الجزاء لان يسخرق ربي يسخرق الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الاخر الحديث دنا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إخوة الإيمان روى الصنعاني رحمه الله بسنده أن الحسن البصري رحمه الله حسن البصري رحمه الله توخ مني غيغا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وذنبو شنو وري الصبح شنو يدعو إلى الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله توخ مني تقال حسن البصري من يقع يقرا شنو نيتقن العمالة ونيتقن يدعو إلى الله هذا حبيب الله ونتذا حبيب ربي هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خير خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله لا إله إلا الله ألا تريد أن تكون منهم وتخصد شش كتير سكينة وتخصد شتير حبيب الله وتخصد شتير ولي الله وتخصد شتير صفوة الله وتخصد شتير زي خير خلق الله وتخصد شتير أحب أهل الله إلى أهل الله إلى ذي ثم وتخصد شتير سكينة أدعو إلى الله عز وجل من ونت أحب خلق الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس وعمل صالحا في إجابته زيد وقال إنني من المسلمين يا خارج أيها الأخ الكريم أبشر فكل عمل دعوي أي عمل دعوة دققت أي عمل دعوة تقوم به تجت فلك منه نصيب وافر أي عمل غاث الجد تكبر على الخاص تكبر على الخاص في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وني غيدعى شنج شكت والسبب سعيد يزدي قيمة زج مرة سعيد من غير الزج سعيد يكسي رجاء شكت يكسي ذاك سعيد ماشي هو ينقص والو زي رجاء سعيد سعيد يكسي 27 حسنة شكت يكسي 27 مين غيكيت زجا اي عمل نخا غايتك سعيد ني داكورد خاكرتشك
تغزير خا قرا واي بلوكيا وانس خدين اي عمل نرخا الزوثة سجار اقانو مين غكني ونان السن اه عاون دي بناء مسجد اه روح غشان تيوجيج ما رد قنيك شكي الزيس غين فعل وين الجن لا يلاشك بشرط هذه رد قني خالص لوجه الله. لا سيغوندا بارتي الحديث ومن دعا الى ضلاله وني غيدعوني شان الضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إيه شنو ذا سي شن الجن؟ أه؟ شنو الدعاة الضلالة شني وذن الدين واجبو الدين؟ مرة من غيكون يوضع يتكشن الضلالة نتكسي الإثم وني ذا سي شنو نكسيكس؟ من غيك؟ فلذا اقدوها اقدوها ما نستعمل الدرخه وخث موثب اتقم من تنشال يتقوى غيشك ما نستعمل ذي الشر ثم موثب هذه قيمة تقوى غيشك الشر تنشال شان حاجة الصباح مرة ونيت غي عزمان شكت كوبرا يد كوبرا السا يس شال الانسان هذا يستخدم العقل الناس هذا يسن لا مزواخ مين ذا يدغسك نشان لا مزواخ زعما صاحبي قال لي بنان مغاز تا شان حاجه تيسكوا يستنقع لا مزواخ زعما خزا ماشي غاتسر حديث ني غوش يشتغل راه هذا مزوا اعداء الله نهان اذا كشواهن لا مزوا تاكد زمين غاتسك اذا اخوه الايمان اسلامه رجل واحد واهتداء رجل بسبب دعوتك ونصيحتك خير لك من أنفس الأموال وأغلاها. إجن إجن ما ريث بالإسلام السبب من الشكت والسبب حسناش سقوق رمار الجنس من جذوان يقال رسول صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم إجن مريه ذات ربي تواشك السبب حسنش زي الدنيا وما فيها لذا خميني تنصح شن الجن نغتق ذي شن الدعوة شن الجن ذي بيهن كواندو تقز ديني كونترول خزاريت ما يملين نش قد كوبرا مش نو من تريسا وليتا ما يبدا دي الزجة دي الزجة سيما نبيع ور لا خصا دي قيمة دي الزجة آية ثم آية ثم آية ثم نش وسين دغاري وذان بنادم خميني سنت قد دعوة يوز دي الزجة ياش الشيطان ما فيه جني قاتو غي غاق غاق الشيطان ما فيه قاش كتنغيز الشيطان ولكن الشيطان لا يستسلم ويتبان دون شاء هذا يسيرسق إذن يزخش السبب تا في هذا يعور شنو ان اذا الشيطان لا تحشى الزجر لان قد النفران الله اكبر إيه شنو اذا خعوض اكثر من مرة 40 سنة انت يتزجر فجاء 40 سنة واسين جمر فجاء 40 سنة الصلاة دي الصف ذا مزوى رفجاك الجماعة اجنايك كاد يفثوش تنقى ايوا وش قيمي صغيو ذي هدا الناس ما غاتيش لاباس الناس من غينيني وذا النهار قوا روح هذا الزج خياط وطاح الخيو ذا اذا وانيتا ما يمي قبل النفران شمين داير روح النفران ها لين نفران اذا مسران يوشاش ربي ثلاث ايام مي غاتخيق صافي واز ما تعدو ثلاث ايام مين ديني تفارق ها خميني نزار شن جديد يوفد غانغا مزيده سنت بلا توغا يوضا توغا تقيش العالم المخدرة تيرا او ني لي اسيفالتا كارينيو لي اسيفالتا سطحش كومبوب لي اسيفالتا سكفوس خثغروت لي حوايج ما تحوايج الشا ما تحوايج الشا نعاون ما تخدم ذني غلا قش من يحداش تز شكستيني القشك وتزيد الصالونش غير مقبورة تساوى ها كم من واحد يروح سير صغارين فران فران يداريه دم قاني قمره مذ وخا كنت زجي
ها ما ندقى انت جاهل وني ندقى جاهل قيم راح داود قال الله قال انت حكم ذنيته انظر ما زيش تزدرد خبنات وخزابو غال منظر قال اني ولا الاعمال تهزنا جنه وخزابو غال منظر ثم شكواش يسكبو ربي تحاسب ذي وذاني غا نتعب ذي غا سيني شم الجسمات شك الجاءات قد الحجاب نغشك لا شك بين شن دين ربي قد دين ربي من يقع الدعوة أكيسو بي الله كالي راه يشتي شتي شتي تقاغات أتقد جقل أدي حروض جر هذا شي قيمي مبالي ذو وين فعل شوي شوي أتصفاض قد الدعوة دعو الله عز وجل شكتو الزود غا خاص تزرت دور غا غا الباسا دونج دا شي نجز زين غا قمر انا ايوا مع الاسف الشديد ايها الاخوه معنى العطاء للدين والبذل له قد توارى واني غا يحرن واني غا يقل الجهد وني غير خصنا نروقت الناس وني غير خصنا نقرا الناس ديال الدعوة يدور يدور شين نبدا نبقى ارخام وجود ماشي مرة 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 خص مرة تبغى نغنيه بلغوا مرة يثوم مرة مرة ويقال لا اله الا الله اغاسيري تبين صد دعوة الامة كمرتي للدعاة ايوا شكس الاخلاق نشوى ستمنيه نشوى السوار وسطنوب نشوى ستين وهكذا بل قد خف في نفوس الكثيرين من المتدين حتى ان ادعى الالتزام قوى ديار الاخوه لا يدعو والو يعدو يخزى الجيران النسل يخزى يودان والضان ويسيور ما ريسيور هذه منغ ايه وهاك غيسرن واك غيسر واش ينفع شد قني ما عند تصداد الاحكام وها واش ينفع شاد بلغ ذا نزوا سيور يريد ميزير ما عندش سرني وذان لان ما لا تخزا سرخاي وني وخاص تزرسا وتعاون شاخ الشيطان قا الشيطان وايد زوا قساوري صدار غاريف من دز قاد شك ها يتوي يثيذ الكل ايها الاخوه الشباب النغ الشباب الشباب النغ والله العظيم لا غان خيره الشباب ذنيته ها من يجي العلم الشرعي من ضياع الوقت يثير عتواها شك سندي جموينات تغي تما شي جنحاش تغريت سند ايوا يا طا ها شك سند بلا التهلكه التهلكه هذا شان الحوايج ما رجي خصنا غاريده التهلكه من التجيده صاحبي قنحواجيش نحواجيش نشين زعما روحنا ثلاثة أربعين ودا نسوج ودا نغيقل الخطبة يمين تكبكني وي الشباب مي موثقة قاكني وجاني مزيانا وغايرين تي والشوانان وغايرين اه من مي خزتيرين عب خاك خدهنش خيمة شت السحر خباباش اه ثم طاحت وضة من والطلب ذي العلم الشرعي زي غاث نفع ذي الأمة مين إغال فران إغال فران إيش زي تفكاد كادة تقل الخطبة قال حديث اثنين أتك لا بد نشي نخسدنا وشي نيش زي بارة ذا نغي مين وذانا غاية جت منية هو تفكا ما تشسي اثنين يحنجان اثنين اثنين أنا كسي اثنين أنا كسي عشرين وذان سيكوينتا يورو الميس كذا ونو أهنس كذا حضغان تري سانيوس ترت سنين شحال خاصة تري ميل كواترو ميل ايور قادة بنادم تيك وحيت ميم الدور هادي دور النفع شان غداخ ومشانا ها شي سكانة نغضي في غراني غار ضعين سكانة نغدا كورس تما بارشا ندير وسط النغا ما اكثر المنافقين ذو المرتدين ذو الخوانة ذير وسط النغا ها مي موسكين ثوانون الى متى ها
شنو نقيم خزاوة ثوان غتير عند قوينات تهلوكة ذي بهن كواندو أذيري شاب اتنعني عن مدسس تقضاليا مين وجهو غين صحن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله البر الرحيم يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أبشروا، الإنسان ضفاح، فدين الله منصور وقادم، أحب من أحب وكره من كره. دينا أذي قيد قيقواد أذي انطاشا أذي عربي مم إيمانا بوعد الله ربتنا قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا القرآن هو أحسن وأحسن. ثم البشارة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ذا غان سؤال يتردد التصنيو ذان يقارش سيدي ايوا قنشوا غرير مزيان نشوا تجربو بريباراد وديك الخطبة مزيان نشوا تجربو معروف ذي الخطبة ذا يسرني وذن مزيان نشمارا وريغ وغي غان مين غياريغ مزيان نقاي وذانا إن غيجا الحرص خدي نسن. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن اهتدى سبيلا. زيار رحمة الله عز وجل فمن رأفة أن سبل الدعوة وطرقها متنوعة ماشي مرة قاعد أزول أزول ثورا خام وجود مالتك زرس قبريث الدعوة كوري الجنيز ما ذيك شنج مالت نصح قماش نصح الدعوة ما رث عبي الطوان مش تربية حسنة الدعوة ما رث تهل اللي ثمغاه مش معاملة حسنة حسنة تامغا ثيغا كذي هدى الطاف عطف ثاذ الدعوة توزيع كتب إسلامية الدعوة تسكد رسائل واتساب منين فعن دعوة الدعم سبل الخير من يمال مشاريع الخير الدعوية بالمال سواء قرنش فضيلة وقربة إلى الله عز وجل قاذي ورية وزما تقدر ذيشتن تبسمك في وجه أخيك صدق ضحصة وماش وماش ضحصة سبغنبو ثاني تذ الدعوة روح واحد جامز زين وغاسي مسبب زدار عسار في غاك سود مسزجيف روح صغص شر تذ الدعوة مرة ثانية وزما تقد والو زد يقع رتينا وزما تقد يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك
ويتقبو غانيو يوذان اخ مني تتقيدي جن الصدقه يخفنش سبلت الاذان مش ويدار راحل ثاد الصدقه صدقت يخفنش ثاد الدعوه يوش كمار وزن ما تقدولو زيد تقع ارغو خص تقدي الاسلام وتجشور النادي يجمد لابد تفغا كرهم مرهم من مسر من رهم من الشباب نتاوانغ 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 يحاربوا بطريقة الصباح ها وتجشت سجن واخد ناس قاتوا غات سريغ جدي غيجنتو غاسني جن شاقا ناس رمضان لذا أظن ذي ثدة الصلاة ذي ثدة ماشي الفريضة أه؟ السنن ذي ثدة ما حندش زان ثاوة نشد مغان خدق النوم قان تعيش بجيش الوقت الصبا ذي قساح إذا ما لما رأيت كورج نخدم كورج هذه صباح المجتمع كله على اختلاف فئاته دعاة إلى الله عز وجل يا رخارات كوريجن يدعو شكذا نشذا 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 نش بشكل وش الدعوة كوا آه غار خاوة رخاوة ويزور خايوة ويزور خايوة شس الأخلاق النس شس يرس النس شس تمنية النس شس بوليغرافون النس شكذير خدمة النش كوش يجو ما تغادي نجن نجن يجو أمي ذيك وتغيتيري دور خينسيا شتو واخ مني طاح شن شن جي سوا ني شن جي سوا او يترى طارات نمال اجناق من سوا رجنتا ناس قاي عريق در خباقة تسنتي شنت مغاري نسويت اني وا ناس ماني ستوي ذدك اني مي كيس نتراي اني قاثو ذدفني قا قا فلانة سيو ناس مالي ناس فلانة تفغ موحدة مالاشك موحد سدو سدو هذا صغا هكذا سترات وما شغات سترات اسليني جنبو ثماثينها من كذيكا من كذيكا مش يقديها مني راه استخدم شحال سنجمد شحال قدي تدفن كورجيف ها من ملحق دني ها شكما عليك الا ان تبلغ شكبلغ فزو دراجة زي ربي طلع عز وجل الزكي قبل اخوة الايمان فلنحرص على تبليغ دين الله سمح سمح سود دين الله عز وجل كل دعوة أو توجيه أي دعوة أي دعوة غاثقذ ما عندها غسير الرسولتاظ ما عندها تيري مثمرة إخس يشترط أن تتوفر على ثلاثة شروط ما لا تخزد دعوة الله عز وجل تخزد زاد الرسولتاظ إخسش أقش ثلاثة شروط شكرايتك من دعوتك مما تدعو إلى الله تبتغي الأجر الثواب من الله عز وجل شكا تدعو يزود رجاء الله عز وجل مريق برسك إذن أول شيء الإخلاص قائدك لابد زي الإخلاص دقتفتقت لله عز وجل ثم أن تسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة دعوته أتضفاف من شتغيت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ها وتكشزغك عن الإخلاص عن قد تضفاف تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا أن تكون على بصيرة فيما تدعو إليه من غاث دعو ستيري ذر حق أتفغاك خاس العلم قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والرسول صلى الله عليه وسلم قرن ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إذن راك الشروط كمرتن تدعو الله عز وجل تروح تقيد من غاية سنخو يوذن ما تقبر النغر أو يقبر شاء ما عليك إلا بالصبر الجميل أتصبر آه فسنة الله قضت أن كثيرا من الناس فاسقون التصنيف ذند الفوس ويقبر ويقبر
بنادم واش تلقيد والو الا انك جيت مات واشي شهر اشي شهر. اذا ما عليك اتصبر واخا يكثر الانحراف شك صبر غا كتمل لان الدقاوات تقدبو يفران الدقا ديك لان يمارش ربي يمارش الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو شك ادعو فراجي درجة زي الله عز وجل قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ماشي غا تدعي بنا ماشي قبل لا شك شوف شك غا كيش نخدم سيو وين كارتيرو إتز زي كوريو غا بارسلونا تريس إسلو ساتبرتي غواي سيجمين ديز دي هبرتي فهمتني غلان طب وما دسون شش سوض غيش انتبرت شش سوض ماشي ضروري غاش تسوض غير خصك تقد من دي شقه لا لا الهدايه خربي صراحه يخفنش هاد الصعب الهدايه ضربي غيهدان السيد اللي ما راه خصها سرخه شك ادعو سوت ثبرت النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة مش حد الجهد يقى خميس أبي طالب هي ويحقص فلم يتحقق له ما أراد تغيز عزيزي سدية في الإسلام اسلم إني لا إله إلا الشهد غزيس إني لا إله ولو هاش الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يأتي يوم القيامة نبي تقي تزنبي كيسيش العصابة نيوذا العصابة قانتي مجموعة دروس نيوذا نيثي فن ذو النبي ذا ديس النبي كيس خمسة ستة أديس النبي وكيس ربي الجن شكر ربي ومارشة تبلغ ذا تصيوض فأوزو أه قان غني السيقلو قال الوقت تبدل أنا هاني اللي خصها تيري الدميزي الدميزي أه عاودة تيري شوي نصابي ذورية ما حد الزيك يقبل ربنا ما غاشي توارد تهاوض ضوء القرص فهمت وزما ثيو وغريق واتفق شادي الميدان نروح عشان نحش النغني بدر بدر قاش ميديكو ذيك بسيرة ضاض بضاض بيقضى ميرينسينا وش ملا الرينيوني في السكاش غا سبيسياليست ما راه في الطاوني السكاش غا سبيسياليست ايوا ريتش كي خصها ديري ذني غاتقدها تاناليسات او دكان شو الزما وين سك غا حد النغني نيروح عاود فين النغني هاقش ناقش ذنيتها ايوا ما عنده ديو شعر بالريسولتات إخوة الإيمان أكثر من الدعاء للمدعوين من غاس دعا الله عز وجل دعا ذم زواش يوفق الله عز وجل فدعو الله عز وجل الذي هذا السيد الني ولازم الصبر على ما تلاقون قبل إذا واجبوا وقاقش غاتيني ذا الزيك قبر ناش عادة ناش عادة ناش ما ردي هدهنش إيه هدهنش أحن جام الزيان نغتا حنجات غاتق الحجاب ذم زواكي ست كاين ما زباب غام قعد طم مزيان قعدتين ايش مي مي غاز جدي زغبو بينا مي مي غاز جدوينا ثم مي غاز كأنه سنن بالله غادي يدا 70 سنة اه نيغي الناس عند ملك الموتى قوم السيد اللي مير مي غيمت اه تتصور شت قاضي مي شاورني وشا ثمو درخدني منش اه المشكل شي نتوارات بوالو انت تمغاغ ربي ها بنادم السجيت ورا يجيس كواشنا والشيطان الشيطان يتصلح انت مو يرغيوس ونغري مات تخزير وقت ها تخزير وقت كلشي نعريت وجا ذا مسر موجا غاس الغيره ماهيش تفتن مره الشباب هي جيثم ها تخزير خالد نجيم ايه خالد نجيم الإنسان الذي استعان بالله عز وجل في دعوته ثم يسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده وأن يسدد خطاه وأن يصلح نيته ذوج الأهم إخوة الإيمان قوموا بأمر الله القائل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة سالعلم ومينه سالعلم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن تخزى قواد القرآن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إذن إخوة الإيمان
خص مرة تيرم ذنب بخضورة الإسلام مرة سوضف الإسلام قوى الله الذي لا إله غيره يا معنيك ذين غل أخلاق الأخلاق الأخلاق غير غيرين إرقى الإسلام ينطاش قار عيب رعيب مقد الإسلام رعيب مقد القرآن قرب يبدد القرآن في ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والو لا اختلاف فيه لا تناقض فيه لا شك فيه لا 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 الخطأ ذي يتجا بس تسند تبلغ أن بلغ الدين أن بعد تحرج مش أن بعد مين زماذ مين زماذ جي خميني غاتد شين الجتيرة ادعو الله عز وجل وذي ترى شنوني أجل يجيج جيج جيج شك دعو قد خيخ فنش هذا وضع الأصل فاللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم أيد عبادك الصالحين اللهم أيد عبادك الصالحين اللهم أيد عبادك الصالحين والدعاة المخلصين اللهم واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالخونة اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالخونة اللهم عليك بالخونة اللهم عليك بالمرتدين الذين يصدون عن سبيلك ويفتنون عبادك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الغافلين أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات هذا فاغفروا لأخيكم زلاته ونسيانه وجهله وأقم الصلاة.